السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي، اهلا بكم. هنتكلم النهارده عن فكره مهمه عن المقاومه الكهربائيه، وده سؤال مهم وموضوع امتحان ده جه السنه اللي فاتت وده جه سنه 2021 في امتحان تجريبي. فسؤال كده مضمون وسهل ولذيذ، تعال نشوف. بيقول لي هنا عندي اربع اسلاك كل واحد مختلف في المقاومه والطول ونص القطر والمساحه، يعني عايز يعرف اي الاسلاك اعلى توصيليه كهربائيه. احنا عارفين التوصيليه اللي هي السيجما تساوي مقلوب المقاومه النوعيه، يعني السيجما بتساوي 1 على الرو اي. طب ما الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ لو عايز الرو اي فالرو اي هتساوي ار في ايه على ال، ار في ايه على ال. والتوصيليه مقلوب المقاومه النوعيه يعني السيجما اللي هي التوصيليه هتساوي ال على ار في ايه. تمام، هنحسب السيجما بتاع كل واحده فيهم. بس حد ممكن يشغل دماغه يقول لي والله يا مستر، طب انا ممكن ابص على الشكل والاقل مقاومه اعلى توصيليه. اقول له صح، بس ده في حاله واحده، هو هنا 2 ار و3 و3 و4 ده اقل مقاومه، اه بس خد بالك ان الطول مختلف ونص القطر مختلف، فما اقدرش احكم كده. يعني لو الطول ثابت ونص القطر ثابت او المساحه ثابته والمقاومه بتاعتهم هي اللي مختلفه، فانا اقدر بقى احكم الاقل مقاومه ده اكبر توصيليه. بس الكلام ده مش هقدر اطبقه هنا، فهنحسب كل واحده فيهم. انا عندي السيجما بتاعت السلك الاول هتساوي ال على ار في ايه، ال على ار في ايه. ال اللي هنا بكام؟ ب2، والمقاومه عندي ب4. المساحه مش معايا، المساحه انت عارف ان هي بتساوي باي ار تربيع، الباي كده كده ثابت، فعندي نص القطر الربع انا هربعه، فربع تربيع يبقى كام؟ 1 على 16. مقام المقام بسط فهتطلع فوق، يبقى 2 في 16 على 4. ممكن نقول هنا على ال 2 فيها ال 1، على ال 2 فيها ال 2، 16 على ال 2 فيها ال 8، يبقى مقاومه السلك او التوصيليه بتاعت السلك الاول ب 8، يبقى ده توصيليته ب 8. تعال نجيب السلك الثاني، السيجما بتاعته ال على ار في ايه؟ ال ب 4، الار ب 3، والمساحه هربع نص القطر نص تربيع بربع. مقام المقام بسط في 4 في 4 على 3 تطلع ب16 على 3، يعني تطلع ب5 5 وممكن نقول 2 من 10 او 3 من 10 تقريبا، يعني تطلع ب8. التوصيليه هنا ب8، ده ب5 و3 من 10 او 5 وكسر. يعني نحسب السلك الثالث، السيجما هتساوي ال على ار في ايه، ال هنا ب5 والار ب2 والمساحه باي ار تربيع بس نص القطر بواحد، يعني المساحه بواحد، يعني 5 على 2 فيها ال 2.5. طب تعالى نحسب ده، 4 هيقول هنا السيجما هتساوي ال على ار في ايه 2 على المقاومه هنا ب3 والمساحه النص القطر هنا 2 هربعه، يبقى 2 تربيع ب4 هتطلع بكام؟ ب1 على 1 على 6 سوتس. يعني هنا بقى مين اعلى توصيليه؟ 8. انا حسبت كل واحد فيهم اهو اعلى توصيليه، يبقى السلك الاول اي الاسلاك اعلى توصيليه؟ السلك 1. السؤال بقى التاني ده بيقول لي عندي هنا اربع موصلات، ادي اربع موصلات، عايز اعرف ترتيب الموصلات تصاعديا حسب المقاومه، يعني عايز ارتبهم حسب المقاومه من الاقل للاكبر، يبقى احسب كل مقاومه كل واحد فيهم. المقاومه احنا قلنا بتساوي ايه؟ رو اي في ال على ايه. يلا تعالى عوض كده، الار هنا هتساوي رو اي، هم كلهم من نفس الماده، يبقى الطول بال والمساحه ب3، يعني ممكن اعتبرهم 1 على 3، شيل سيبك من ال بقى ويسيبك من المساحه، قول 1 على 3 على طول. طب تعالى نحسب المقاومه هنا، هتساوي الطول على المساحه 2 على 2 فهل 1. احسب المقاومه هنا، الار هتساوي ال على ايه 1 على 4، المقاومه هنا هتساوي ال على ايه 2 على 1 فهل 2. عايز ارتبهم تصاعدي حسب المقاومه، تعالى نرتب هنا تصاعدي، مين ممكن نسميهم ايه؟ نسمي ده A B C D. تعال نرتب بقى مين اقل مقاومه فيهم. اقل مقاومه ده عندي هنا 1 2 3 4، يبقى اقل مقاومه الربع اللي هو السلك سي، يبقى سي. بعد كده مين؟ ادي سي، بعد السلك سي تلت اللي هي السلك A، يبقى سي A. بعد السلك A عندي هنا 1 2، يبقى السلك B، بعد B D. تمام، يبقى احنا كده رتبناهم حسب المقاومه. حل السؤال ده هو نفس حل السؤال ده، انت هنا حسبت مقاومه بقانون، هنا في الحاله دي حسبت مقاومه، هنا حسبت توصيليه. طب هو نفس القانون بس شكل السؤال مختلف، بس نفس الخطوات، فانت ما تتخضش لما تشوف السؤال، لا والله انت هتلاقيك حليته قبل كده، بس انت اهدى كده وفكر، هتلاقي الموضوع يعني هيجي معاك في دماغك واحده واحده كده. بس نصيحه، مع الحل كتير والله. فاتمنى تكونوا استفدتم، ربنا يوفقكم جميعا.